نبتدي من المشهد النهائي، ان هناك رادع عالمي يمنع اي حرب، وهو الرادع النووي. ان اي صراع او اي صدام من اي دولتين نوويتين هو نهاية العالم. بس اوكرانيا مش نووية. انا مكلمش عن اوكرانيا ده. اقول اي دولتين نوويتين. جبت سيرة اوكرانيا. تمام. هو نهاية العالم. لأن حتى لو دخلوا وبداية بأسلحة تقليدية، من الذي سيقبل أن يهزم ولديه مخزون نووي؟ خلاص خيار شمسون عليه وعلى أعدائه. ده رقم واحد. وبالتالي بنقول أن صدام هيحدث تواجه فيه مثلا روسيا مع الولايات المتحدة أو روسيا مع أي دولة من الدول النووية، ده نستبعده تماما. طيب المشهد كله اللي قلب العالم ده كله هي أمريكا. وأمريكا من البداية هي من وضعت كل نقول ايه منافسيها، مش عايز اقول اعدائها، في سلة واحدة. يعني اللي عملته تجاه الصين سواء كان بالأوكوس او كواد واضح جدا. لقت اوروبا وحلف الناتو مش معاها، فبتشد حلف الناتو، بتشحذ هممه، بتصحيه بأزمة أوكرانيا عشان توريهم ان روسيا اهي على الجانب الاخر، انتوا مش بعاد عن روسيا. وحلف الناتو بدون الولايات المتحدة وبدون مساعدتها وبدون قيادتها مش هيقدر يواجه روسيا. فكل القصة دي من البداية هي أمريكا عايزة تشحذ همم حلف الناتو، بتفتعل أزمة أوكرانيا بالشكل اللي احنا شايفينه. وكل القصص دي يعني زي ما بتشد الصين أو العالم في اتجاه الشرق بالتحالف اللي عملته سواء كان الأوكوس أو الكواد، و وصلت العالم النهاردة 4 فبراير مع حدث بين الصين وبين روسيا. فالمشكلة دلوقتي اللي في أوكرانيا بقى، وهتكلم عن سيناريوهات 4 لن يخرج عنهم أي تصرف في أوكرانيا. طيب ده الجزء اللي يعني. فإذا دلوقتي زي ما بنقول إن الردع النووي هو خير مانع لأي صدام بين القوى الكبرى. تمام. ده رقم واحد. فنستبعد صدام أمريكا مع روسيا بأي شكل من الأشكال، او ان حلف الناتو يواجه روسيا بالشكل اللي هو كحلف بكل اعضائه 30 او ايا كان فيه دلوقتي. طب ايه اللي ممكن يحصل؟ احنا لو بصينا للسيناريو او للمشهد اللي قدامنا، هنجد ان امريكا هي اللي بتفتعل حاجات بتسخن بيها الدول الاوروبيه، بتسخن بيها اوكرانيا، بتسخن بيها حلف الناتو. يعني حتى لدرجه ان الرئيس الاوكراني نفسه لما امريكا بتستدعي المواطنين الامريكان ان هم يخرجوا من اوكرانيا، قال لك انا مش شايف حاجه تستدعي ده، يعني احنا مش حاسين بيها. فاذا كانوا الاوكرانيين نفسهم مش حاسين بهذا التهديد، وهنجد ان ما اللي هو المعلومات الاستخباراتيه اللي عماله امريكا تذيعها وعماله بريطانيا تذيعها كما لو كان الحقوا الحرب. طبعا الكلام ده كله، ده الكلام كله نقول ايه لتصوير جو معركة غير موجود، الا مش عايز اقول في الخيال الامريكي، انما فيما تريده امريكا. يعني المعركة يعني ليست قادمة؟ ليست. ما انا هقول 3-4 سيناريوهات قدامنا عشان بن ايه لا نقطع ان لا مش موجودة. طب لو حصل تحصل ازاي؟ اول سيناريو ان تبقى الاحال كما هو عليه زي كده. طيب الحل التاني زي ما قالت الدكتورة دلوقتي، يعني الحال يبقى كما هو عليه، حال التوتر لا نهائي. الحال بالشكل ده صراع او يعني زي ما بنقول ايه، نعمل حلقه ثالثه ورابعه. هو احنا عندنا موضوع ثاني، يعني نوع من الجهد الدبلوماسي بالظبط. هي كل واحد عمال ما انا لسه هنكمل الباقي. انت مستعجل ليه؟ لسه مش لسه البرنامج فيه لسه كلام الوقت. لا فبس بنقول ايه، اول حاجه ان الحال هيفضل هو كلام في كلام في كلام، مفيش حد هيعمل اي حاجه. تمام. وروسيا هتخفض قواتها بأي شكل ما، لأن المشهد هي تعلم تماما إيه اللي مطلوب منها. المشهد الثاني إن هو يبقى فيه دفع لأوكرانيا إن هي تهاجم دونباس، وبالتالي التدخل الروسي هيبقى على قد الإيه التهديد. ده السيناريو الدكتور بالظبط. اما في دونباس عندهم التسليح الكافي ويقدروا يواجهوا، او ان روسيا هتقدم لهم معاونات من اماكنها، معاونات نيرانيه، معاونات معلوماتيه، معاونات سيبرانيه اللي احنا مش ما بنحسبهاش. الحرب السيبرانيه النهارده مش عايزه نقول انها لا تقل عن الحرب النوويه.
ممكن نعمل بيها. صحيح. وما ظهر منها وما علم حتى الآن هو ما ظهر من جبل ما يظهر من جبل الجليل، إنما الحروب السيبرانية كل واحد سايبها ومدكن عليها عشان لما يستخدمها يبقى ما حدش عارف هو بيعمل ايه. تمام. فده السيناريو الثاني. الثالث؟ الثالث هو الاجتياح بقى الروسي، وده يعني ده بنسميه السيناريو الأسوأ، وده مش موجود يعني ايه، انما نحطه ان هو ممكن يحصل. لا، انما السيناريو وارد. هل هو موجود؟ هل روسيا بتحشد قواتها دي وموجوده ليه؟ نعم. جايبه ال 100,000 دي ليه وحطاهم واكثر؟ كل المناورات اللي عماله تعملها سواء كانت في البحر او في الجو او في البر، وكل الحشد اللي بتعمله والتهديد اللي بيعمله الرئيس بوتين دلوقتي، اكيد هو متوقع ان ممكن يحصل شيء من الاشياء. ومش بعيد قدامنا ما حدث. نعم. في المجر وما حدث في تشيكوسلوفاكيا قبل كده من جانب الروس، ودي عمليه وهم نفسهم الامريكان بيقول لك الموضوع ما بياخدش ساعات، يعني هي لما تخش تتدخل روسيا مش هيبقى الموضوع، لا ده في استخدام اللي هي بنسميها الحروب الهجينيه سيبرانيه مع بتقليديه شاملة. ما كله تمام، فمش هتاخد ساعات. تمام. دي حاجه. السيناريو الرابع بقى ان الامريكان والغرب يستجيبوا للمطالب بتاع روسيا، بتاع طمانه روسيا، وده ما تدخلوش حد من حلف الناتو. ما 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 والكل تتحل وكل واحد يرجع، وده السيناريو الوردي اللي العالم كله مستنيه.